الخبز ليست أكلة فقط، هو مادة أساسية حيوية ونشطة في تونس، نشطة بأنها تستطيع أن تفعل الحياة الاجتماعية، الوضع الاقتصادي والتحركات الاحتجاجية أيضا. أزمة في تونس، أزمة فقدان الخبز وفقدان المواد الأساسية وشح عدة مواد أخرى ذات علاقة بالتصنيع وبتقديم الخدمات. كل هذه المواضيع جعلت الرئيس قيس سعيد يعود لنظرية المؤامرة. نرى ماذا قال قيس سعيد وكيف رأت الحكومة أن تتقدم نحو هذه الأزمة وتحلها، ثم رأي الخبراء، نتابع مع بعض. إذن بين أزمة الحوكمة والإدارة وفكرة المؤامرة ضاع خبز المواطن التونسي. معنا من تونس الأستاذ سليم الحكيمي، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ سليم، أهلا بك. مرحبا بكم، تحية لكم وللسادة المشاهدين لقناتكم الموقرة. أستاذ سليم، مخبزة للفقراء ومخبزة للأثرياء، يعني بعد تقسيم الأفقية تقسيم العمودية والعكس على كل هذا، خطاب لم يعده المجتمع السياسي في تونس، وهو ليس جديدا على الساحة منذ أشهر بعدما بدأ في تونس الحديث عن الوافدين من جنوب الصحراء، ثم الحديث عن المناطقية، الآن وصلنا إلى الخبز، خبز الأثرياء والخبز الأغنياء. ماذا يريد أن يقول قيس سعيد؟ يعني هو أراد أن يحل إلى أيضا بمشكلة ثانية، يعني يجب أن يصطف المواطنون في المخبزة ثم ينظروا بعضهم إلى بعض إلى أن هنالك أثرياء وهنالك فقراء، يعني تقسيم آخر يضيف ملحا إلى زهر من التقسيم التي يضيف قيس سعيد إلى هذا المجتمع التونسي المتسم بطبيعته حول قضايا كثيرة. على كل حال هنالك عجز من الدولة، الدولة تعالج هذا العجز الكبير بهذه التصرفات لا يمكن أن تمر على وعي عاقل، وكل الأسباب تحدثت عنها الدولة، تحدث عنها المراقبون، ولا أن الأمر سيصل ذروته إلى مرحلة معينة وصله الآن في هذه المرحلة من تاريخ تونس. والآن عندما نتحدث عن أسرة، عندما نتحدث عن أسرة فقيرة، أسرة التي لا تجد خبزا في أسرة، ويعني هو نفسه الأمر ينطبق على الدولة، يعني الدولة صارت في حالة من الفقر التي لم تعد تجد فيه خبزا للناس. لا يريد النظام أن يعترف بأن هنالك قضية تزويد حقيقية في تونس متأتية من ضعف العملة الصعبة ومن قلة موارد الدولة التي لم تجد عملة صعبة تستورد بها الحاجات الأساسية. هذه الكلمة لا يجب أن تنطق في الأعلام، ولا يجب أن تنطق في كل هذه الأجهزة الحكومية، ولا يراد لأي مسؤول في الدولة أن ينطق بها. النطق دائما هو بشيء واحد، هنالك مسالك توزيع خاطئة، وهنالك محتكرون، وهنالك مضاربات، وهنالك من يريد أن يجعل خبز الفقراء وخبز الأغنياء، والدولة قادرة على استيراد كل شيء، السكر والقهوة والزيت وكل هذه الأساسيات. يعني الملاحظ الآن أن مطالب التونسيين صارت مطالب اللاجئين، يعني سكر وقهوة وزيت، هذه هي يعني من الأساسيات، يعني مع النخبة تناقش الأبجديات ومع الدولة تناقش الشعب يطلب الأساسيات. هذا يعني فاجعة حقيقية في تونس، الكل يتحدث عن ذلك، يتحدث عنها ويتصرفون والنظام يتصرف دائما بالطريقة نفسها التي تضر بالمواطن ولا تضر به، لأنه في منأى عن كل الأجزاء النظام، في منأى يعني أجور كبار الموظفين في الدولة هي نفسها، امتيازاتها هي نفسها، الطبقة الفقيرة هي المتضررة التي تأتي الثورات دائما من أجل تحسين وضعها.
ليست المشكلة في هذا أستاذ محمد العاضي وأنتم الصحفي المقتدر، المشكلة في أن الإعلام ما زال يغذي الوعي وما زال يغذي وعي الوهم بالناس. يعني الناس لديهم وعي. ما هو الوعي؟ الوعي بأن هنالك فئة سرقت البلاد لمدة 10 سنوات، سرقتها إلى حد النخاع، إلى حد أنها لم تترك للدولة أي مليم لتستورد بذلك. ولا يعني شوف المفارقة، المفارقة الناس في الصف يقولون أن الناس نهبوا كل شيء، حتى أن الدولة لم تستطع أن تستورد، لم تجد مالا تستورد به تستورد المواد الأساسية، والدولة تقول المواد العملة موجودة وليس هنالك سارقون، بل هنالك فقط سوء توزيع في الاحتكار. يعني منطق الدولة غير منطق المجتمع. ولكن ما الغاية؟ هي الغاية هي غاية الغيبوبة، غيبوبة الوعي. لابد أن يتواصل وأن يبقى النظام متغذيا من هذه 10 سنوات التي سميت سوداء ولم تسودها سوى الثورة المضادة، ولم يسودها سوى الذين تولوا الحكم، لكنهم لم يحاسبوا الذين يمكن أن يجعلوا هذه الثورة تتعثر وتصبح مضحوكة من جديد. على كل حال هي مأساة. يعني منذ 5:30 أنا عن نفسي البارحة كنت أحد الحاضرين في أحد المخابز، صدقا في المخبز الساعة 5:30 الناس يتحدثون، البسطاء يتحدثون بالمنطق التونسي، طحنا بن علي، يعني هذه لعنة بن علي الذي أطحن به. يعني هذا ما تقريبا النتيجة التي أراد أن يصل إليها الإعلام. إما أن تبقوا مع نظام بن علي وتسمحوا لزمرته الحاكمة بأن تنهب الشعب التونسي وتذبحه من الوريد إلى الوريد، وتعبث كما تشاء وتعبث بالقانون، وأن يورث بن علي ليلة وبعد ليلة ابنه، وإما أن تجدوا أنفسكم أمام هذه الكارثة، كارثة أنكم لا تستطيعوا أن تصلوا إلى حتى الرغيف. يعني نحن بين المطرقة والسندان، نحن يعني نختار بين الوباء والطاعون، بين استبداد بن علي أو هذا الجوع. إما أن نجوع، إما أن تخاف من نخيفكم بالحرية بضرب الحرية، وأما أن نخيفكم نزيقكم طيب لباس الجوع. أستاذ سليم، بعدين أستاذ سليم، وأنت أشرت إلى هذه الطوابير في إطار المتابعة، يعني لا يبدو أنه هذا الرأي كما يسميه أحد المثقفين، هذا رأي العوام وليس رأي العام، هذا الرأي الذي يقول نحن نعيش لعنة بن علي، إلى هذا الحد تم تغييب العقل التونسي عن أن يسأل عن المشكلة، عن سبب هذه الأزمة، أن يرى المسألة بوضوح رغم أنها واضحة؟ ما هذه الغيبوبة؟ يعني الواحد يسأل. يعني شوف، الأنظمة لا تحكم بسطوتها ولكن باستخداء الشعوب. الإعلام هذا هو الذي تسمعه اليوم في الإعلام، لا تلبيس الحق بالباطل، ودائما بعض الأصوات تتحدث على أن هنالك أزمة حقيقية، وعلى أن هنالك فشل حكومة وفشل دولة، وعلى أن هنالك المسرح البرلمان هو مجرد مسرح ظل. يتحدث الآن مهمته ليست البحث عن الحلول، ولكن تصنيف طيارات سياسية على أساس أنها منظمات إرهابية، طيارات سياسية مدنية، والوعي يصل بذلك. نعم، يستطيع أن يصل بذلك إلى أكثر من ذلك، وصل في عهد القذافي، وأبقى هذا الوعي، أبقى القذافي 40 عاما في الحكم، وهو الذي تحدث أن الديمقراطية لا تناسب أفريقيا، تناسب الغرب ولا تناسب أفريقيا. وهذا الوعي وهذا ترديد الوعي هو الذي وصل بالجماهير سنة 67، يعني يحتفلوا بالمنهزم في السودان، في السودان يحتفلوا بعبد الناصر ويعتبروه زعيما. وهذا الوعي هو الذي اعتبر بورقيبة أن كل ما يفعله صحيح، ويمكنه أن يحكم إلى حتى إلى نهاية حياته، تعيش فوق 100 والصحة هي في أي منطق دولة وفي أي برنامج غذائي صحي عالمي يستطيع أن يستبقي على صحة رئيس 100 عام. ولكنه وصل. دعني أضيف سؤال على هذا السؤال، وهو في شكل يعني استغراب، إلى أي مدى ممكن أن تصل هذه الأزمة في إلى حد جعل الشارع محتقن؟ أما السلطة قادرة على امتصاص هذا الاحتقان؟ الجميع يسأل الآن إلى أين تتجه تونس. يعني عندما نصل الخبز، وأنت أدرى أستاذ سليم، الخبز ارتبطت في تونس دائما بالانتفاضات وبانعطافات مهمة منذ حدث الخبز وحتى قبل ذلك، وفي أيام الثورة كان الشعب يقول خبز ما وبن علي لا. اليوم هل الخبز أم قيس سعيد؟
يعني شوف أستاذ محمد، شوف يعني ما ضير الدولة، كان يمكن للدولة أن تضيف 50 أو 100 مليم لهذه للخبز فقط، وتضيف بذلك رصيدا إضافيا إلى مداخيلها دون أن تضعنا في هذا الحرج. يعني لم تكن 50 مليم ممكن أن تثير مشكلة في تونس، أؤكد لك هذا، لأن هنالك أسعار التهبت تقريبا وتضاعفت. يعني أعطيك سعر القهوة مثلا، وقعت إضافته ب 5800 مليم تقريبا، ربعه السعر. الأدوية مفقودة، الكثير من المفقود مفقود، ولكن الدولة آثرت هذا، آثرت هي أن تبقي على هذا السعر مع حرمان الناس منها. يعني هذا حل ليس فيه أدنى من العقل. الخوف الدولة، خوف الدولة فيه هو شيء ثاو في الوجدان، لأن ثورة الجماهير في تونس كانت ثورة الخبز سنة 1984. الوجدان السياسي التونسي الحاكم دائما يعتبر أن التونسي إذا وقع مساسه في خبزته يعني يمكن أن يثور، وهم تصوروا أن الخبز، لفرط سذاجتهم تصوروا أن الخبز هو الخبز هذا الدقيق، ولكن لم يتصوروا أن الخبز كل مناحي الحياة هو سعر التطبيب والنقل والبنزين وكل ذلك. النظام يريد أن يفعل كل ما يفعله، فقط أن يحاول أن يضلل بأي طريقة كانت. يعني شوف، في عهد موسوليني هنالك مثل يقول الشيء إن لم يكن موجوداً على الأقل لما يكون مرئياً لا يجب أن نوجده. ما معنى أن يجب أن نوجده إعلامياً؟ وكان موسوليني يتصرف بطريقة معينة، يقول مثلاً، يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الخطاب الأخير الذي نقوله هو الذي يؤثر في الرأي العام، ولذلك عندما يتحدث الرئيس بهذه الطريقة، عندما يقول خبز الأغنياء وخبز الفقراء، يريد أن يشوش على هذا الوعي الذي يأتي، وكأنه يريد أن يقول أن هنالك الرئيس ينتصر للفقراء لصالح الأغنياء، في حين أن ميزانية الدولة هي مصممة الآن بطريقة تسحقهم، والدعم يرفع شيئا فشيئا، يرفع الآن الدعم على الكهرباء، يرفع الدعم عن الماء، تجميد الأجور. النقابة وقعت اتفاقا مع وزارة التربية لأول مرة في تاريخ النقابات، زيادة ب 90 دينار تبدأ منذ سنة 2026. هذه النقابة نفسها هي التي لم تمهل الترويكا يوما واحدا بشهادة حسين العباسي نفسه، اليوم تقف مستقبلا وتنتظر نصيبها من العقوبة بسبب تواطؤها مع هذا النظام، وهي في الحقيقة تواصل معه التواطؤ. على كل حال، هذا هو وعي لا سبيل إلا برد الناس من الوعي الجميل بأن هنالك نظاما فاشلا لا يستطيع أن يحل مشاكله، وأن الحديث عن الماضي والحديث عن المتسبب في ذلك ليس بهذا التبسيط المنتظر. أستاذ سليم، لا أريد أن أقاطعك، ولكن الموضوع فعلا هو فيه تعقيدات ومركب، ولكن دعني أنا أضع كلمة الوعي في إطار مهم جدا أن تعي الشعوب طبيعة المرحلة، وممكن هي أيضا تحرك أو يتحرك هذا الوعي من أجل أحداث الانعطافة في المشهد التونسي. أشكرك أستاذ سليم الحكيمي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تونس.